هاي يا بنات، ازيكم؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا كلكم بخير. ريفيو النهارده عن فيتامينز كنت طالباها من امريكا، فتابعوا الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتدوسوا علامه الجرس عشان يجيلكم اشعار انا نزلت فيديو جديد. يلا بينا نشوف الفيديو. فيديو النهارده يا بنات عن فيتامينز بتاع الدكتور بيرج، اللي هي دي. ده الدكتور ده المفروض ان هو دكتور امريكي، عامل سايت كبير قوي في امريكا، عامل سايت كبير في امريكا، المفروض بيقدم منتجات طبيه كلها مواد طبيعيه. فطبعا انا طلبت اللي هو ده، اللي هو بتاع الهير والسكان، وطلبت كمان بتاع فيتامين د. انا ليه طلبت فيتامين د بالاخص؟ اول حاجه احنا انا كان عندي مشكله في العظم بسبب طبعا وقفتي في الشغل ووقفه والطريقه والكلام ده كله، فكان عندي مشكلة، فكان لازم فيتامين د، وكان مهم جدا ان هو فيه تركيز معين. المهم طلبته، فالحمد لله كان وصل لي في بداية حملي، والكلام ده كان تقريبا من سنة. فده كان رجعت للدكتور بتاع النساء قال لي تمام ممكن تاخديه، فطبعا انا خدته شهور. ده قعد معايا 4 شهور وده قعد معايا شهرين، ده 60 وده 120. فطبعا في الفتره بتاعت اللي انا كنت باخد فيها الكورس ده، بصراحه كنت حاسه ان انا كويسه جدا، وكنت انا قبل ما احمل كنت واخده كورس كامل علاج طبيعي مع الدكتوره نانسي، بصراحه كان حلو جدا ربنا يبارك لها. انا فعلا كنت حاسه بتحسن جامد جدا، بالاخص ان هي كانت بتعمل لي الحاجه مش باجهزه، كانت بايدها يعني، فكان الموضوع لا فيه افكت حلو جدا، وكنت مواظبه معاها وكان الدنيا تمام. طبعا المشكله بتحصل ان احنا كستات المفروض ان لازم ناخد فيتامين د عشان خاطر احنا ما بنتعرضش للشمس. انا بالنسبه لي انا كائن ليلي، يعني ما بطلعش كتير قوي في الشمس، فبالنسبه لي ما باخدش كفايتي من فيتامين د، فبتاثر على وجع العظم. فلازم كبنات انتوا تحافظوا على المنطقه دي وتاكلوا الحاجات اللي فيها فيتامين د، واكتر اصلا في حاجه مفروض ان هي بتوفر فيتامين د هي الشمس. وطبعا احنا ما بنشوفها قوي، عن نفسي انا عن نفسي ما بطلعش في الشمس خالص، فلازم ناخد ادويه تعويضيه فيها فيتامين د بتركيز معين، وبترجع للدكتور سواء العظام او دكتور النساء ايا كان انت بتتابعي مع ايه، بس اكتر مفروض العظام لان هي بيديها نسبه معينه للفيتامين د، لان لما بيزيد بيأثر برضو بيبقى غلط، يعني في كل حاجه ليها نسب معينه. بس وانا بعدها انا كنت جربت برضو حقن معينه لفيتامين د والكلام ده كله، بس بصراحه ما كانش بنفس الكواليتي بتاع ده. بس طبعا انا عشان خاطر كنت طالباه مره من امريكا، ف يعني بحاول ان انا اعرف اجيبه تاني من هناك. طبعا هو موجود في مصر بس هتلاقي سعره الدبل، وطبعا مع زياده الدولار فالموضوع هيبقى اوفر جدا يعني. بس وكده اكون خلصت الفيديو، وما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتدوسوا علامه الجرس عشان يجيلكوا اشعار ان نزلت فيديو جديد. اشوفكم.